القرآن الكريم يجيبها من تحذير فيما بعد، يقول إن الله كان عليا كبيرا. لاحظوا ما يقول هنا القرآن إن الله كان غفورا رحيما. ليش؟ لأنه يريد يحذر الزوج، يقول له إذا أنت تستعلي بقوة بدنك عليها وبضخامة جثتك على ضعفها، أكو هناك واحد أعلى منك وأكبر من عندك، احذر ذاك الأعلى. إن الله كان عليا أعلى من عندك وكبيرا أكبر من عندك. إذا أنت كبير بمستوى معين، هناك كبير فوق المستويات. إذا أنت عالي وتستعلي وتستقوي عليها بمقدار معين، هناك العالي والعلي الذي هو ذو القدرة المطلقة. دير بالك، ها، لا تفكر أنه مجرد أعطي لك مساحة من التأديب تستغل هذا في التعذيب، أعطي لك مساحة من الإصلاح فأنت تتحول إلى مشكلة جديدة، تضرب ضرب عنيف، هذا يخلق جروح في القلب لا تندمل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله ينقل عن روايات في هذا الباب، من مد يده إلى زوجته ليلطمها فكأنما مد يدا إلى النار. بمقدار معين للإصلاح أجاز لك الدين، أكثر من هذا تحاسب عليه وتعاقب. أساسا هو على خلاف القاعدة، يعني النبي يتعجب يقول عجبت لمن يمد يده إلى زوجته ليضربها ثم يبات معها معانقا لها. هاي ما تستوي أنت، هذه اليد شنو، يد عذاب لو يد رحمة؟ أنت هذه المرأة محطة للمحبة لو محطة للانتقام؟ شلون الصبح تضربها ذاك الضرب والليل تريد تجي وياك في ذلك الفراش وتعتنقها وتعتنق؟ ما تستوي هذه أبدا. إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية تشرع قضية القوامية والقيمومة من قبل الرجال في الحياة الزوجية على النساء، ولا تصنع تفضيلا مطلقا لكل رجل على كل امرأة. مثلا بعض الناس يتصورون أنه إذا أنا دخلت الجنة أنا الرجل يسكنوني درجة أولى، إذا امرأة يسكنوها درجة سياحية. إذا أنا جئت بمثلا عمل من الأعمال الصالحة يعطوني 20، إذا هي يعطوها 10. لا، ليس الأمر هكذا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. الرجل لو امرأة ماكو فرق في الحياة الزوجية، هذا قانون قوامية وتفضيل لجهة معينة. أما إذا مو في كل شيء، وإلا إحنا نجي نشوف بعض النساء أفضل من ملايين البشر. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه أم صلوا عليها وعلى أبيها. فاطمة أفضل من ملايين الرجال، لولا علي لم يكن لفاطمة كفوا أبدا. مو أفضل منها ماكو، لا، مساوي إليها ما كان لولا علي. هذا معنى مو كل رجل أفضل من امرأة، بعض النساء أفضل من ملايين ومليارات الرجال. ضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران امرأة فرعون، هذه أفضل من رجال كثيرين. أيهما أفضل؟ فرعون لو زوجته بلا شك زوجته أفضل منه بمئات المرات. طيب، فهناك من النساء من تكون أفضل، ولو كان النساء كمن سمعنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فضل للهلال.
الهلال مو لأنه مذكر يصير أفضل، الهلال ما فيه نور وما فيه حرارة ولا ينفع النبات كما تنفع الشمس المضيئة والتي فيها الحرارة والدفء وتنفع النبات، الشمس مؤنث وذاك مذكر. طيب امرأة مثل زينب صلوات الله وسلامه عليها، تخليها في جهة وخلي كل رجال أهل الكوفة في جهة أخرى ترجح عليهم، هي زينب إن كنت تعرف زينب شأت الورى أما وبزتهم أبا، أولئك خافوا من طاغوت زمانهم وجاءوا لقتال إمام زمانهم. طيب وزينب سلام الله عليها أكملت مسيرة إمام زمانها ووقفت أمام طاغوت زمانها، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، وتحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك أنا وين يا يزيد أنت وين في المستوى، أنا من منزلتي وفضيلتي وأنت في تسافلك ودنوك، لا يمكن أن تكون هذه المعادلة، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن ماذا أصنع، لكن العيون عبرا والصدور حرا.